بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا المحاضرة الماضية عند آخر شيء اللي هو بنشوف إنه نفهم عمل البايب لاين، وراح نشوف إن شاء الله سايكل باي سايكل فلو اوف انستراكشنز ثرو ذا بايب لاين داتا باث. اوكي، وحكينا طبعا في عندنا أكثر من طريقة. في عندنا سنجل، راح نشوف إن شاء الله تو ويز سنجل كلوك سايكل بايب لاين دايجرام. اوكي، طبعا وراح نشوف، حكينا انه راح نعمل فيه انه راح نعمل نفرجي انه كيف البايب لاين ستيجز ويل بي يوزد ان سنجل سايكل. اوكي، مقابل هذا كمان طبعا ويل هايلايت ريسورسز ذات ار يوزد ان ايتش، لاحظوا هنا ان ايتش سايكل. اوكي، اند اولسو ويل كومبير تو مالتي كلوك سايكل دايجرام. في عندنا اسلوبين، طريقتين. مقابل اذا قلنا المالتي كلوك سايكل دايجرام، راح نشوف طبعا جراف اوف اوبريشن اوفر تايم. اوكي، طبعا الحضور بعد ما زال للاسف الشديد قليل، يعني كثير مش عارف. وي لوك ات سنجل كلوك سايكل دايجرامز فور لود اند ستور. ليش طبعا اخترنا اللود والستور؟ مين ده يقول لي؟ ليش اخترناهم؟ طبعا اللود اول شيء راح نشوف، لانه ايش؟ اخترناها لانه بتمر بكل مراحل البايب لاين، راح تمر ايش بكل 5 ستيجز اوف ذا بايب لاين. اوكي، في كويس سؤال اي استفسار؟ طبعا الحضور معنا قليل جدا، انا مستغرب ليش، لان هذا الحكي حكينا المحاضره ايش وانا السابقه. الان المحاضره ان شاء الله راح نبدا زي ما قلنا اول شيء باللود فيرست لود انستراكشن، لانه ايش؟ كوز از اكتف ان اول 5 stages of the pipeline. طبعا حكينا كمان في المحاضرة السابقة قلنا انه راح نعمل هايلايت. لاحظ لما نعمل هايلايت لا اوكي، خلينا نشوف اول شيء، خلينا ناخذ الفيجر. اوكي، الاف انستركشن فيتش فور لود والستور اند اذر انستركشن، لان كومن قلنا انستركشن فيتش والانستركشن ديكود. الان وات ويل دو وين وي هايلايت ذا رايت هاف، لاحظ رايت هاف، اوكي، ذا ريجستر او انستركشن ميموري وات ايفر. اوكي، وين وي سي اتس هايلايتد، اند وين ذس هايلايتد، ذس هايلايتد، ذس هايلايتد. الهايلايتد بورشنز باي ذا واي هم البورشنز ذات ار يوزد ان ذس ستيج، معناها انه ذي ار يوزد. الان بعض الكومبوننتس لاحظوا انا مثلا ميموري، انستركشن ميموري الرايت هاف از هايلايتد، ما معنى انه؟ معنى انه ايش هنا؟ It is being read. We are reading it. لما لان الجزء اليمين هايلايتد means انه ايش؟ It is that part is being read. Okay. الان لاحظوا في الانستركشن فيتش انستركشن ديكود الليفت هاف از هايلايتد. اذا لما يكون الليفت هاف هايلايتد معناه انه ايش هنا؟ انه it is being written that unit will be ايش is being written. اوكي؟ طبعا لاحظ اللي هي اليوفش لا رايت ولا ريد في عمليه اوبريشن، بس ليش هون عمليه اختيار، عمليه اوبريشن. اوكي؟ الان راح نحط ان شاء الله، راح حاطين هنا اسم الانستركشن فوق الهاي هنا لود ويرد انستركشن. اوكي؟ اذا راح نشوف ان شاء الله كل الانستركشن abbreviation load word store word and others instructions. okay, with the name of the pipeline stage instruction fetch نشونا instruction fetch. okay, الان نشوف ال 5 ايش stages مع load instruction. okay, اول شيء قلنا اللي هو ايش هنا instruction، لاحظ fetch stage بسم الله load. okay, هنعرف طبعا شو بالinstruction fetch شو بصير، شو بصير، شو رايكم؟ من الهايلايتد، لا الهايلايتد يونس، وي كان نو وات ويل هابن. اوكي، لان فرجينا على انه انستركشن از بينج ريد، مضبوط ولا لا؟ لاحظ انه الرايت هاف اوف ذا انستركشن ميموري از بينج هايلايتد، ذا انستركشن از بينج ايش؟ ريد فروم ذا انستركشن ميموري. طبعا باستخدام ايش هنا؟ الادرس، لاحظ المالتيبلكسر معناه مشان نختار قيمه.
فتز read from the memory. طبعا الادرس تاعو يكون موجود في البروجرام كاونتر. اوكي اذا from memory unit with the address in the PC. اوكي and بعد ما نقرا طبعا it's placed in this in the pipeline register instruction for fetch instruction decode register pipeline register. اذا تخزن هون. اذا لاحظ البي سي هنا كم بت؟ 32 بت والادرس 32 بت. اذا هون لغايه الان بدنا ايش؟ بدنا 64 بت لازم يكون طوله مشان نستوعب ايش 32 بت هذول و 32 بت هذول. اوكي اذا في هاي الستيج انه الانستركشن فيتش انستركشن ديكود باي بلان ريجستر خزن لي ايش؟ في خزنه في الانستركشن اللي قرناها من الانستركشن ميموري. كمان لاحظ انه البي سي is incremented by ايش؟ by 4. لاحظ بي سي equal طبعا الاد قلنا له جمعنا اخذنا البي سي جمعنا له 4. اذا البي سي ادرس is incremented by 4 مشان ايش طبعا؟ مشان ايش؟ يشير على النكست انستركشن. اوكي؟ and then it is written back نكتبه it is written back to the PC مشان نخزن ايش؟ next address of the next instruction. اذا PC زي ما شايفين is incremented by 4 and then written back into the PC to ايش؟ to be ready for the next clock cycle. لاحظ احنا بنحكي عن pipeline انه في كل clock cycle في ممكن يكون في concurrent operations between different instructions. Okay. الان شغله ثانيه انه ودينا لاحظ على البي سي كمان خزننا وين قلنا؟ في الانستركشن فيتش انستركشن ديكود pipeline register. اوكي طبعا التخزين مش راح ياثر علينا بس ممكن لانه ممكن نحتاجه في المستقبل. اوكي this address طبعا اللي خزناها may be used ايش in the future. اوكي مين بيقدر يقول لي وين امتى ممكن نحتاجه؟ ليش خزناه؟ مين بيقدر يقول لي؟ مالنا برانش انستركشن كنت نحتاجه ايش؟ البرانش ايكوال انستركشن. اوكي اذا احتجناه خزناه هون ما بدي انا كانت انستركشن برانش ايكوال راح نشوف ان شاء الله مع شو بصير هناك بس ممكن احتجته انا في المستقبل ما بدي اخذ انا البي سي بلس 4 للانستركشنز اللي بعدها بدي اخذ الانستركشن اللي هي البرانش ايكوال بنصير البرانش ايكوال انستركشن اللي انا اذا كانت الانستركشن طبعا ايش؟ برانش ايكوال. اذا بنخزنه هنا فور يعني اذا كانت الانستركشن كانت برانش ايكوال راح نحتاجه ايش في المستقبل. اوكي لانه احنا لاحظ في المرحله هاي لغايه الان مش عارفين شو اصلا نوع الانستركشن مش عارفينها ما عملناش ديكودنج بعد ما عملنا ايش لها ديكودنج. اوكي ف اذا ما بنعرف زي ما قلنا انه شو الانستركشن اللي عملناها لفيتش لغايه الان لانه قبل مرحله الديكودنج ما نقدر نعرف شو ايش الانستركشن. اوكي ولذلك في ممكن نحتاج بعض الانفورميشن فيما بعد فنعملها باس ايش وي باس ذيس انفورميشن عن طريق ايش طبعا بايب لاين ريجسترز. البايب لاين ريجستر زي ما حكينا في اللوندري اكزامبل زي باسكت بنحط فيه ايش الغسيل وبنحط فيه المعلومات اللي ممكن نحتاجها في ايش في المستقبل. اوكي إذا هاي بالنسبة إيش شو بده يصير عندنا بالنسبة إيش ل الانستركشن فيتش. اوكي فور طبعا كومن لكل الانستركشنز. الآن سكند ستيب شو بقول مين يقول شو سكند ستيب الانستركشن ديكود اند ريجستر ريد. اوكي انستركشن ديكود for load while store and other instructions لأن قلنا these two stages are common. لاحظ على حطينا الهودوير قلنا واحنا ايش الان we are concerned with the instruction decode stage. اوكي okay. this is instruction decoding stage. اوكي okay. لاحظ شو الهايلايتد استخدمنا هذا هون الجزء هذا جزئيه هاي جزئيه هاي جزئيه هاي هذا كل اللي عملناه فرجعنا لكم اياه شفنا انه كيف شو السكند ستيج شو اللي بصير. اذا this stage اللي قلنا فيه instruction decode and register لاحظ register file read يعني
Hold on, the half portion, the right half portion is highlighted. The right half portion is highlighted. Okay, means we are reading. When the left half portion is highlighted, means we are writing. When we are reading. Okay. Then, for the instruction decode, register fetch, register read. Okay. For the instruction portion, the instruction portion of the instruction fetch and instruction decode. Okay. Pipeline register. طبعا لاحظ شو باخذ منه ايش انا اخذت من الانستركشن اخذت 16 بت immediate field 16 بت immediate field which is ايش شو معنى لهم sign extension لايش لا كم بت ل 2 بتس اوكي كمان في عندنا تو ريجستر لاحظ عندنا تو ريجستر فيه مشان اقراهم ريجستر 1 ريجستر 2 اوكي كمان اخذنا ايش هون الريجستر نمبرز تو ريد اوكي the two registers okay then ممكن instruction تكون ايش r type okay then these three values okay لاحظ هاي القيم هذولا طبعا بالاضافه لايش هون لاحظ بالاضافه للبي سي ها بتخزن وين كمان في الاي دي اي اكس ستيج لان بقدر احسب الطول تاعه ما بدي اروح على القاضي ها 32 32 بيطلع طول ايش هنا بايبلاين الاي دي اي اكس اوكي كل واحد بقدر احسبه حسب ايش طبعا شو اللي داخله عدد البتس اللي ايش داخلين اوكي اذا ثلاث قيم لاحظ ثلاث قيم هذول اوكي ذي ار ستورد مع ايش طبعا مع البي سي اوكي ادرس مره ثانيه بسالكم ليش هذا الحكي ليش بنمر هذا كله لانه زي ما قلت انه ممكن نحتاجه اوكي we may need this by any instruction during each later clock cycle اوكي ممكن نحتاجه طبعا اذا كانت ستور واللود راح نشوف كمان راح نحتاجه باي ذا واي مهم جدا مشان ما ناخذ احنا register number من instruction لاحقه ناخذ لنفس الانستركشن ما نعمل incorrect right لما نعمل نروح نعمل right فبدنا registers اوكي راح نشوفهم في عندنا طبعا correction راح نعمل نشوف انه بعض المشاكل ممكن تحصل او وي كوركت ذيس سيتويشن ذن هذا اللي بصير في ايش في سكند ستيج للانستركشن ديكود اند ريجستر ريد اوكي او ريجستر فايل ريد ممكن نقول انه فاهم ريجستر فايل نسميها انستركشن ديكود اند ريجستر فايل ايش ريد ستيج اوكي اني كويستشن ها لان النكست ستيج اللي هي ايش قلنا اللي هي الاكسكيوت ادرس اوكي كالكوليشن ستيج اوكي النكست ستيج الاكسكيوت اوكي اور ادرس كالكوليشن اوكي اذا في الاكسكيوشن ستيج اوكي لان هنا نشوف شايفين احنا هنا اللود انستراكشن reads the contents of register 1 حق قرأنا register 1 شو عملنا له شو رأيكو شو كمان عملنا عملنا sign extension okay. عملنا sign extension okay. immediate field from ايش من ال IDEX pipeline from IDEX pipeline register adds them together مشان ايش طبعا استخدم ال ALU لاحظ مشان نعمل ادرس مشان نحسب ايش هنا الادرس اوكي دخلنا 32 bits اخذناهم مع ايش مع ال contents لاحظ ال offset مش مع ال offset احنا مع ال base اوكي we add the two اوكي فالسم طبعا وين بنحطه بنخزنه؟ السم في عندنا بيطلع السم والريزلت وين بنحطه بنخزنه في البايب لاين ريجستر اوكي؟ اذا مره اخرى اللي بصير هنا زي ما احنا شايفين انه اللود انستركشن ريدز ذا كونتنتس اوف ريجستر 1 اللي هو ايش قلنا؟ البيز
ريجستر مزبوط. في عندنا ريجستر تو لود باش نتخزن فيه القيمه باش نعمل نحسب كيما نحسبوا هنا ايش هنا قلنا ها نجمعهم اوكي. اذا shows that no load instruction فرجينا هنا انه reads the contents of register 1 and the sign extended immediately from the IDEX تقراهم من هون طبعا IDEX IDEX stage okay register and adds them استخدام ايش طبعا اللي قال يلاحظ هايلايت اللي قال استخدام المالتيبلكسر هذا اوكي كمان نفس الشيء فالسم متخزن كمان وين هون في البايب لاين register اوكي. نكون هيك طبعا خلصنا من الثيرد ستيج. الان في عندنا الفورث ستيب والفورث ستيج اوكي اللي هي سميناها الميموري اكسس اوكي. في عندنا ايش الميموري اكسس اوكي. الان شو بصير بالنسبه للميموري اكسس شوف شو اللي بصير هايلايتد ويش ونز ار هايلايتد. اذا فرجينا انه اللود انستركشن ريدنج لاحظ تقراها ريدنج ها الداتا ميموري تقرا الداتا ميموري اوكي من الداتا ميموري طبعا حسب ايش هنا وين الادرس بيكون موجود تستخدم الادرس من وين شو رايكم؟ حسبناه في ايش؟ في البريفيوس ستيج اوكي الادرس طبعا اللي هو فروم ذا موجود هنا الاي اكس ميموري ايش؟ بايب لاين ريجستر. الان لما نقرا الداتا وين متخزنها؟ في الميموري رايت باك في الميموري رايت باك ها تخزن هون طبعا ستورد في الميموري رايت باك بايب لاين ريجستر نخزن هون لان قرانا بالنسبه للنود شفنا القيمه حسبنا الادرس كل شيء قرانا الداتا من الداتا ميموري لا منخزنها وين في ايش في الرايت في الميموري رايت باك اوكي بايب لاين. الخطوه الاخيره ليش شو رايك شو الخطوه الاخيره قلنا ها تذكروا الستيب الاخيره اللي رايت باك اللي رايت باك الان الرايت باك فرجينا انه راح الفاينل ستيب هي راح تكون طبعا من هنا write back okay طبعا what happens انه شوف شو الهايلايتد طبعا في شغلات حلوه هنا اللي نعرفها انه شو اللي بصير هنا اوكي. اذا reading the data from ايش memory write back pipeline register اوكي read the data اوكي from memory write back اوكي pipeline register تكتبها وين طبعا وين راح تكتبها ها ايش قرأناها من هون بنمرر على وين على ريجستر فايل. طيب شو رايك ولا شو المشكله اللي ممكن تصير عندنا شو ممكن يحصل عندنا ها شو رايكم مين بيقدر يقول لي في شيء ممكن يحصل مشكله عندنا هنا اوكي شوف شو بصير هنا يعني ممكن يصير عندي مشكله باي ذا واي في هاي المنطقه هنا in the design of the load instruction اوكي الان انا مرحله اللود انستركشن مرت بكل مراحل وصلت هون خلال مرورها بالبايب لاين ستيجز في كمان انستركشن ثاني بعدها واللي بعدها واللي بعدها دي ارفجد مضبوط ولا لا؟ دي ارفجد اذا المشكله انه بقول لك ويتش ريجستر مش انا بدي اكتب هلا هي ودي على ريجستر بشكل لود بتقول لي اوكي شوف عندي ريجستر بدي اخزن فيه القيمه اللي قراتها من داتا ميموري اوكي لان مش ريجستر اي ويل يوز اياه ها مش ريجستر از تشينجد ان ذا فاينل ستيج اوف ذا لود هل هو انه الريجستر اللي موجود في اللود انستركشن لود انستركشن ولا ريجستر في ايش الانستركشن لاحقه هذه المشكله اوكي يعني معنى اخر انه which instruction will supply the address مشان بدي ادرس انا مشان اكتب هنا write register address then which instruction
supplies the right register number. هنا المشكلة. Okay. إذن في الانستركشن لاحظ هنا in the instruction fetch decode by plan register supplies each the register number. لكن هاي الانستركشن لاحظ انه ايش اجت بعد اللود ويد انستركشن، معناته انه بصير عندي خطا. شو لازم اعمل؟ شو رايك احكوا شو لازم اعمل مشان احل هاي المشكله، مشان ما اروح انا اكتب الداتا هاي على الرايت ريجستر ادرس هذا اللي ماخذه انا من انستركشن لاحقه مش من بتاعت اللود ويد. شو لازم اعمل؟ شغله بسيطه، شو رايكم؟ ها لازم امرر الادرس تاعه واخذه من الانستركشن نفسها اللود وير تاع الانستركشن. لما اخذت انا الرايت ادرس ها لازم اخذه منها وامرره. اخذنه وين؟ اخذنه في البايب لاين، اوديه اظن اوديه واخذنه اوكي في البايب لاين. اوكي يكون موجود عندي، يكون مخزن. اوكي ولذلك في هذه الحاله بدي ايش انا؟ بدي اخزن ريجستر نمبر. كم بت هذا الريجستر نمبر بيكون؟ قديش؟ كم بت لازم اخزنه؟ قديش؟ 5 مضبوط ولا لا؟ عشان 32 ريجسترز بدي 5 بتس. اوكي اذا we need to keep the destination register number okay in the load word instruction. كمان نفس الشيء زي ما هو انه الستور، لاحظ لما عمل ستور كمان ستور باس ذا ريجستر كونتنت فروم، لازم امرره. لما بدي انا الستور مش بدي عندي ريجستر نمبر دخلته بالميموري، كمان لازم احفظه، احافظ عليه، ما اجي اخذ ريجستر كونتنت لانستركشن اخرى. اذا جاست از ستور باس ذا ريجستر كونتنت من الاي دي اي اكس ستيج للاكسكيوشن ميموري ستيج، كمان بايب لاين ريجسترز فور يوز في الميموري ستيج عشان استخدمه في الميموري ستيج. اوكي كمان نفس الشيء انه اللود كمان لازم ايش تحافظ على ايش؟ على الريجستر نمبر مشان ايش هنا؟ من وين طبعا هنا؟ ناخذه من الاي من الانستركشن ديكود انستركشن اكسكيوت. اوكي الانستركشن ديكود انستركشن اكسكيوت بايب لاين ثرو ايش طبعا؟ من خلال طبعا الانستركشن البايب لاين ريجستر اي اكس ميموري. اوكي لو هي ممرره للميموري write back pipeline register for use in the write back stage or for use in the write back stage. Okay. شغله واضحه انه كيف لازم نعمل. Okay. يعني ما نعمل correction، فاذا في عندنا correction. Okay. لانه لو بدون ال correction راح انه انا اكتب الداتا على ايش؟ على register غير ايش؟ register الصح عندي. إذن طريقة أخرى إنه كيف نفكر بالموضوع بعد إنه عملية عن عملية الباسنج أوف ذا ريجستر نمبر، كيف تمرير ريجستر نمبر اللي هو إنه إن أوردر بقول لك تو شير عشان أقدر أعمل شيرنج للبايب لاين داتا باث. شو لازم نحفظ إيش؟ نحافظ على قيم، نحافظ على خلينا نقول القيم يعني الريجسترز أوكي اللي أنا راح أحتاجها في instructions لاحقة. أوكي إذن we need to preserve the instruction read during the instruction fetch okay stage، بحيث انه ايش هنا؟ انه البايبلاين ريجستر contains a portion of the instruction اللي ايش انا رايح احتاجه in the next ايش stages okay in that stage and ايش later stages. نقطة مهمة جدا انه كيف لازم احافظ على الداتا for this. طبعا ففي عندنا هنا طبعا result will be ايش هنا will be wrong okay بحتاج ايش طبعا عمل كوركشن، نعمل ايش عمل هنا؟ عمل كوركشن، اوكي؟ فهذا الكوركشن طبعا لاحظ لازم نمرره عن طريق البايب لاين زي ما حكينا سابقا، اوكي؟ اذا مره اخرى هنا the final step of load instruction. اوكي هون خلصنا ايش مع الكوركشن طبعا هون انه عمليه التمرير. الان تقدر تحسب ايش قديش طوال البايب لاين
وجستاز مع الكوركشن اللازم طبعا، مشان لما نمرر بدنا نمرر ايش هنا. بعد كمان مررنا اوكي، اخذنا الادرس اخذناه ماشي، بدنا 5 بت هون مزبوط ولا لا؟ 5 بت، وعندنا 32 32 32 ولا قديش؟ شو رايكم؟ كم بت لازم نحكوا لي هون؟ شلون الريزلت؟ بدنا ايش؟ بدنا 32 بت. اوكي؟ هون ايش قلنا؟ 32 بت. الزيرو فلاج قديش؟ كم بت زيرو؟ ها؟ 1 بت. اوكي؟ كمان نفس ليش بدك تحسبوا لي هذا الريجستر، اوكي؟ هذا البايب لاين ريجستر، كل واحد بتقدروا تحسبوه، نسحب ايش؟ حسب الحاجه، شو احنا مررنا، شو اخذنا، اوكي؟ شو اللي اخذناه؟ اوكي؟ القيم بتاعته. كوظيفه لكم، اوكي؟ احسبوهم عدد ايش؟ اطوال كل بايب لاين ريجستر، حسب شو انه مررنا له، اوكي؟ حسب كل تعليم، حسب شو مررنا له، القيم اللي مررناها له. اوكي الان بدنا نشوف بالنسبه للستور. اوكي طبعا الستور احنا بالنسبه لللود، بالنسبه للانستركشن فيتش والانستركشن ديكود ستيجز هذول قلنا دي ار ذا سيم فور ذا لود فور ذا ستور فور ذا ار تايب، لكل ايش انواع الانستركشن. ولذلك الانستركشن فيتش نفس الشيء زي ما حكينا عن الانستركشن فيتش للود وير. اوكي الانستركشن از ريد فروم ميموري يوزنج ذا ادرس طبعا في البي سي نفس الشيء، اند ذن is placed in the instruction fetch instruction decode register. okay طبعا this stage occur before لاحظ the instruction is identified لانه مش عارفين معنا شو الديكودينج، مش عاملين ديكودينج. okay يعني زي ما عملنا نفس الشيء في السابق. okay الفيجر السابق اللي هو كانه كان خلينا تعالوا نشوف بالنسبه للانستركشن فيتش. okay نفس الشيء بالنسبه للود، بالنسبه للستور كمان نفس الشيء. okay كله instruction fetch والinstruction decode نفس الشيء طبعا بدهم يكونوا. اوكي الان نشوف بالنسبه للاكسكيوت ستيج شو بده يصير. اوكي خلينا نشوف الاكسكيوت ستيج شو بده يصير. instruction اوكي في الستور شو بصير؟ مين بدي اقول لي شو بصير بالنسبه للاكسكيوت ستيج؟ الاكسكيوشن ستيج ها؟ الاكسكيوشن اند ادرس كالكوليشن. شبيهه في ليش؟ في اللود وير باستثناء شغلات بسيطه راح نشوف طبعا شو الفرق هنا كمان شوي بالنسبه للود بالنسبه للستور. اوكي ونفس الفكره باي ذا واي نفس اللي شفنا انه نمرر بعض المعلومات اللي راح نستخدمها في المستقبل في اللود وير كمان نفس الشيء في الستور ويرد. اوكي مشان نخزن قيم احنا ولا لا في الداتا ميموري. اوكي من وين ناخذ الريجستر؟ ها هل ناخذه من الانستركشن لاحقه ولا نفس الانستركشن؟ لازم يكون من نفس الانستركشن. اوكي في الاكسكيوشن ستيج شو بده يصير؟ قلنا بده يعمل عمليه ادرس كالكوليشن. اوكي فول ايش دو ذا ادرس كالكوليشن شو از ذا ثيرد ستيب طبعا اكتب ادرس is being computed وخزنناه وين بنكون؟ في البايبلاين ريجستر الـ EX ميموري بايبلاين ريجستر. اوكي لاحظ منه كل شيء معمول هون طبعا ساين اكستنشن وخزنا هون الافكتيف ادرس حسبناه اضفناه للريجستر. اوكي حسبنا الافكتيف ادرس. الان الميموري اكسس بالنسبه للستور هل هي نفس الشيء بالنسبه للوورد للود وورد؟ شو رايكم؟ ميموري اكسس هل هي نفس الشيء ولا مختلفه؟ ها؟ جاوبوني ليش بدي اعمل انا ميموري اكسس بالنسبه للستور؟ مشان ايش؟ اذا الفورث ستيب فورث ستيج ميموري اكسس. اوكي طبعا بدي انا لاحظوا انا بالنسبه للستور وير بدي ايش انا هنا؟ بدي اكتب للميموري عشان هيك عملنا هايلايتنج ليش هنا؟ الليفت هاف بارت
باللود ويرت كان ايش احنا ريدنج عملنا هايلايتنج ليش لا رايت هاف بارت اوف داتا ميموري بالنسبه للستور ويرت فرجينا انه ايش الداتا بينج ريتن انتو ميموري لان ريجستر كونتينينج ذا داتا تو بي ستورد بعمل ستور اسم ستور بعمل في ريجستر موجود في داتا بتخزن وين في الداتا ميموري فاذا الداتا تو بي ستورد وازرد ايش ان ذا ايرليير ستيج لاحظ لانه الان صار ممكن عندي في انستراكشن جديده اذا تواز ريد ان ان ايرليير ستيج اند ستورد وين خزناها في الاي دي كيف الاي دي اكس بايب لاين ريجستر اوكي مشان اقدر احافظ عليها الداتا هاي شو لازم اعمل لازم امررها على احفظها هنا في الاي اكس ميموري بايب لاين ريجستر اذا الطريقه الوحيده انه مشان انا اخلي نفس الداتا مش اخذها من ريجستر لانستركشن اخرى اللاحقه من انستركشن اللاحقه اللي بعده بعد فلازم ايش انا هنا احافظها اخزنها اوكي مشان اقدر استخدمها في ايش في الميموري ستيج اوكي تخزنها في الحاله هاي وين في الاكسكيوشن ميموري كيف مخزنها في الاكسكيوت اند ميموري بايب لاين ريجستر اوكي مخزنها هنا نفس الشيء زي ما عملنا ايش في ايش في اللود ويرد اوكي كمان الافكتيف ادرس ويل بي ستورد في الاكسكيوشن اند ميموري مشان ايش بدنا اقرا منه مشان اقرا ايش اللوكيشن بدي اياه يعني. اوكي مشان اقدر اكتب يعني الادرس مشان الادرس مشان اكتب هنا طبعا في ستور ويرد في اللود ويرد مشان اقدر ايش اقرا اوكي لاست ستيب اللي هي طبعا اللي هي رايت باك نعرفها اوكي شو رايك وشو اللي بصير في الرايت باك ها شو بصير من الشكل اللي قدام هون شو بصير ها مين جاوبني ياخذ جائزه يعني للاسف اول شيء الحضور اقل من النص اقل من النص للاسف nothing فيش ولا شيء هايلايتد هل شايفين في هايلايتنج لا شيء ولا شيء هايلايتد اذا ولا شيء nothing is done احنا قلنا انه اليونت نعمل هايلايتنج لما يكون ما نقرا ما نكتب او نعمل اوبريشن نعمل هايلايتنج ها ولا واحد هايلايت ما nothing is done لانه خلصنا اصلا finished في الفورث ستيب كتبنا الستور بستور ايش كان الستور بس كتبنا القيمه للداتا ميموري اذا ما هذا الشيء اوكي فالستور إذن final step nothing is happen in the write back stage okay لأنه إيش every instruction طبعا behind the store لاحظ is already in progress في instructions وراها ماشيين okay ومفيش عندنا أي طريقة by the way إنه to accelerate those instructions نسرحهم ما في عندنا طريقة إنه نقدر نسرح إيش the instructions okay يعني ماذا يعني هذا انه بقول لك انه حتى انه ان انستراكشن لازم تمر في الستيج حتى ايش ولو ما تعملش اي شيء اوكي لانه ايش لانه في ان الليتر انستراكشنز ار اوريدي مالهم ماشيين في البايب لاين ات ذا ماكسيمم ريت اوكي اذا الستور انستراكشن باي ذا واي كمان بتوضح لنا فكره اوكي انه راح نشوف هاي شفنا في اكثر من مكان انه في بعض الاحيان ممكن انه نحتفظ بعض القيم على سبيل المثال زي ما شفنا في اللود وير والستور وير القيم هاي نحتفظ فيها اوكي كتابه مثلا قيم السكند ريجستر على سبيل المثال في الستور وان ذا ستور انستركشن عشان ايش يكون طبعا راح نشوف عشان نفهم البايب لاين بطريقه افضل اذا الستور انستركشن اجين illustrates انه تو باس سمثينج فروم an early pipeline stage to the later pipeline stage فالانفورميشن شو مشان اقدر نمررها لازم تحتفظ
مرر فيها عشان طريق البايب لاين ريجسترز، مر من هون من هون، بضل ايش محافظ عليها نستخدمها فيما بعد. اوكي، والا طبعا لاحظ لما مثلا اخذنا زي اللود وير، لما انا اكتب مثلا على ريجستر ديستنيشن ريجستر، لو ما احتفظت في القيمه راح اكتب على ايش؟ ريجستر اخر غير اللود وير واللود وير انستركشن اللي كانت انا مقصوده طبعا. كمان نفس الشيء بالنسبه للستور وورد، باي ذا وي ستور وورد انستركشن وي نيد تو ايش تو باس، زي ما شفنا تو باس وان اوف ذا ريجسترز اللي قرانا ايش في الاي دي، مش احنا قرات الريجستر قلنا في الاي دي الانستركشن ديكود ستيج ولا لا؟ اوكي نو وي ريد ريجستر وان اور تو ريجسترز ان ذا اي دي ستيج، فلازم نمرره مشان ايش نحافظ على قيمته ونكتبه ايش في الداتا ميموري، ما نجيب ريجستر ثاني ونكتبه. إذا الداتا أول شيء خزناه في الـ ID EX، إحنا قرأناه بالـ CHI طبعًا، بعدين مرة إذن على الـ ID EX Pipeline Register، and then إيش؟ Pass to the EX Memory Register، and then إيش will be written to the data، okay؟ to the data memory. أي سؤال؟ أنا question. ولا سؤال؟ الأمور عن واضح إن شاء الله. الآن نعمل إيش قلنا؟ في عندنا إيش problem حكينا عنها في السابق. أوكي؟ نعمل correction بالنسبة للload instruction. اوكي نعمل correction. اوكي data path. شوف شو بصير عندنا. كيف بدنا نعدل الوضع. اوكي. correct data path for load word. اوكي. لاحظ الرايت ريجستر نمبر، احنا هذا هو كان المشكله عندنا قلنا مزبوط، الرايت ريجستر نمبر احنا مررناه هنا، فلاحظ مررناه اخذناه كي كي اخذناه انستركشن كي مررناه لهون. الان لما بدي اكتب انا باجي باخذه من هنا كيف بصير هو ايش الرايت ريجستر نمبر. كي اذا الرايت ريجستر نمبر ناو كمز فروم بيجي لنا من وين جبناه احنا هلا؟ من الميموري رايت باك بايب لاين ريجستر، اخذناه من الميموري خزناه هون لانه نحافظ عليه، مش عملنا فيش الانستركشن هنا، ما بدي اخذ ريجستر رايت ريجستر نمبر من انستركشن لاحقه جاي فيما بعد اكتب على ريجستر الخطا. اوكي فخزناه احتفظنا فيه اوكي اخذناه جبناه من هون اوكي خزناه هون جبناه من ايش؟ من الميموري رايت باك بايب لاين ريجستر along the data path. اوكي اذا زي ما بنلاحظ هنا انه ريجستر نمبر اللي هو رايت ريجستر نمبر بالنسبه لنا هون طبعا اوكي مررناه عن طريق ايش طبعا from the ID بايب لاين ستيج حتى ايش وصل لوين للميموري رايت باك بايب لاين ريجستر. اوكي معناته بنضيف كمان ايش الان اضفنا 5 بتس زياده اوكي على ايش؟ على كل بايب لاين ريجستر، اضفنا هون 5 بتس، اوكي؟ اضفنا هون كمان ايش؟ 5 بتس، هون 5 بتس، اوكي؟ اذا هون ان شاء الله صار ايش؟ الكوركت الداتا فات مع هذا الكوركشن، اوكي؟ وطبعا ريجستر نمبر استخدمنا ايش؟ during the write back stage specify ايش register to be written، اوكي؟ Any question؟ لأن لو قارنا هذا مع الفيجر اللي شفناه اللي قلنا في عندنا بروبلم كان سلايد 29 اوكي فنشوف هنا ايش شو التعديل اللي عملناه اوكي لاحظ اللي عملناهم شغلتين هنا اللي هو اول شيء هذا هنا اوكي اللي هو رايت ريجستر نمبر باست ها لوين
اخيرا طبعا لاحظ اول شيء مررناه للاي دي اكس ستيج مزبوط، بعدين لوين؟ للاكس ميموري ستيج، وبعدين بالاخير لايش؟ للميموري رايت باك بايبلاين ستيج. اوكي واخذناه من هون طبعا لما ايش بدنا نكتب الفاليو. التعديل الثاني لاحظ هون عندنا تعديل اخر اللي هو انه يعني المراحل هي بس هي التعديل هذا نفسه يعني مر هون وهون 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 ثلاث تعديلات يعتبرها تعديل واحد تعديل اثنين وتعديل ايش هون ثلاث 3 ايش modifications اوكي عشان نعمل correction عشان ناخذ الكوركت ايش ادرس اوكي. الان لو سالتك قديش صار هلا طول الريجستر هذا طيب الان الريجستر هذا مين يحسب لي اياه؟ شو رايكم؟ واحد اثنين ثلاث اربعة لاحظ هنا طبعا ثلاثة بقديش 96 وهذا واحد قديش صار 97 وهذا قديش هون قلنا خمسة قديش بصير 97 وخمسة قديش؟ مية قديش 102 بصير طولهم ايش 102 بس تقدر على نفس النمط تحسب ايش طول كل pipeline register مع الكوركت. إذا لاحظ معك كل figure كان بيختلف الأطوال ماشي مش ثابتة اوكي بس احنا بدنا طبعا الكوركتد هذا بكون ايش هذا الطول الاخير الصحيح اوكي. الان بدنا نشوف شغله اوكي هاو وي اندرستاند اوكي لما الجرافيكال ريبرزنتيشن اوف بايبلاين اوكي. Pipeline طبعا مش بسيط باي ذا وي ممكن يكون صعب حقيقه مشان نقدر نفهمه بس احنا رايحين ان شاء الله نبسطه بطريقه اوكي اللي نقدر نفهمه اوكي. لانه ليش طبعا مش سهل؟ في عندنا many instructions are simultaneously executing in single data path in every clock cycle يعني في overlap execution اكثر من instruction are كل واحده مرحله مختلفه من مراحل ايش التنفيذ اوكي. مشان نقدر نفهم هذا الحكي راح نشوف ان شاء الله تو بيسك ابروتشز اوف بايبلاين فيجرز. عندنا راح نشوف بايبلاين فيجرز تو ابروتشز. في عندنا سنجل كلوك سايكل بايبلاين دايجرام فيرسس المالتيبل كلوك سايكل بايبلاين دايجرام اوكي. راح نشوف طبعا ايش فيجرز لهذه الحالتين. اذا في عندنا مالتيبل كلوك سايكل بايبلاين دايجرامز راح نشوفهم لاحظ مالتيبل كلوك سايكل شوف الاكشن خلال الـ different أو multiple clock cycles وراح نشوف كمان إنه إيش الـ action لـ one instruction خلال إيش كل الـ clock one single clock cycle pipeline okay. خلينا نشوف الكيس الأولى اللي هي استخدام إيش الـ multi cycle pipeline diagram. راح نشوف طبعا هذا ل 5 instructions لحد ما اقول لك ملتي سايكل بايبلاين دايجرام نشوف ايش ل عده ايش instructions we'll see it for 5 instructions اوكي. خلينا نشوف الفيجر show this form طبعا show ايش resource usage استخدام الريسورسز اوكي. ف this scheme of pipeline representation فرجينا the complete لاحظ execution of instructions in a single figure كلهم عند خمس instructions تنفيذ الكامل لهم في شكل واحد اوكي. نفس الترتيب طبعا الاوردر لل instruction executions اوكي. عندي load word instruction بعدين subtract okay then add load word وadd instruction okay بتاعوا نفس الترتيب طبعا هنا نعرف طبعا بالنسبه للكلوك سايكلز لاحظوا هنا الكلوك سايكلز move from ايش left to right okay. طبعا راح نشوف هون شايفين كمان فرجين ان شاء الله we have لاحظ هون pipeline registers okay between ايش stages pipeline registers between ايش stages okay. ا
طبعا هذا الفيجر باي ذا واي اللي هو المالتي سايكل دياجرام جنرالي سيوز تو جيف اوفر فيوز اوف بايبلايننج سيتويشنز لاحظ بايبلايننج سيتويشنز اوكي اند اتس كول تراديشنال مالتي كلوك سايكل بايبلاين اوكي تراديشنال وان اوكي واضح هنا شو اللي بيصير كل انستراكشن شفنا لما طبعا شفنا انه هذا ايش متخزن فيه هنا ريد معناته هنا معناته ريد اوكي هنا رايت طبعا نعمل رايت وريد منه مش مشكله اوكي لاحظوا لما اقول انا مثلا رايت هاف ها شو معناته ايش رايت هاف معناته ريد اوكي هنا معناته ريد فروم انستراكشن ميموري لاحظ كل انستراكشن ريد يعني مالتيبل انستراكشنز ار جوينج ات ذا سيم تايم اوكي بارلل كله بصير هذا البايب لايننج اوكي لاحظ انستراكشن ميموري ريد ريد اذا ما خزننا شفنا زي ما شفنا قبل شوي لو ما خزننا القيم اللي هو مثلا رايت ريجستر للود وورد انستراكشن رايت ريجستر ادريس ها راح ناخذه من ايش من انستراكشن ثانيه شوف كيف انستراكشن ثانيات هون المشكله لازم ايش العمل ناخذه بعين الاعتبار هذا الحكي اللي هو بالنسبه ايش للكوركشن إذا لاحظوا أنا إنه الفيزيكال ريسورسز يوزد ات ايتش ستيج ها بالنسبة للود وير طبعا مع كل سايكل كلوك سايكل لاحظ كلوك سايكل 1 ها لود وير نعمل ايش هون قاعدين ريد الانستركشن اوكي انستركشن ميموري اوكي الآن في كلوك سايكل 2 بعمل فيتش قاعد أنا لاحظ لا الانستركشن سبتراكت انستركشن بنفس الوقت شو بعمل قاعد في سايكل 2 كلوك سايكل هذا هو المالتي سايكل باي ذا واي انه كل سايكل لاحظ شو اللي بصير اوكي لان لما كلهم يصلوا اخر شيء هون في كلوك سايكل 5 لاحظ انه كل ايش الستيجز مالهم ذي ار بيزي اوكي كمان لاحظوا البايب لاين ريجستر بتوين ايش ايش ستيج الان في اذر فورم شكل اخر بالنسبه للمالتي سايكل بايب لاين يسموه التراديشنال فورم والمالتي سايكل اوكي نفس الشيء بس اوكي بدل ما نحط بهذه الطريقه شوف شوف كيف بنمثله اوكي المالتي سايكل بايب لاين دايجرام تراديشنال فورم اوكي لانه استخدمنا ايش الاسم لكل ايش بدل ما استخدمنا شفنا كيف اوكي استخدمنا الاسم هنا لا ايش لكل ستيج انستراكشن فيتش اوكي انستراكشن ديكود اند سو اون اوكي ذيس از ذا مور تراديشنال باي ذا واي تو درو ذا مالتي كلوك سايكل دايجرام اوكي ذيس از ذا مور تراديشنال واي تو اوكي درو ذا مالتي سايكل دايجرام الان خلينا نشوف الطريقه الاخرى اللي سنجل كلوك سايكل بايب لاين اوكي سنجل سايكل بايب لاين نختم به طبعا التراديشنال باي ذا واي مالتيبل كلوك سايكل بايب لاين دياجرام اوف 5 انستراكشنز ان ذا فيجر اوكي اذا في عندنا صار تو فورمز التراديشنال فورم اللي شفنا فيه ايش هنا الاسم لكل انستراكشن اوكي لكل ريسورس اوكي الاسماء للريسورسز او خلينا نقول ستيجز انستركشن فيتش قلنا انستركشن ديكود انستركشن فيتش اند سو اون الان بالنسبه للسنجل سايكل بايب لاين دايجرام شو ذا ستيت اوف ذا انتير داتا باث دورينج ا سنجل كلوك سايكل دورينج ا سنجل ايش كلوك سايكل في الغالب طبعا يجوا لنا اول فايف انستركشنز لاحظ كان هون 5 instructions اوكي لانه عندي 5 stages all 5 instructions in the pipeline are identified by ايش labels قلنا add قلنا load word لاحظ هنا instruction fetch load word instruction يعني اول instruction كانت عندنا ايش هي load word شفنا اول 5 instructions تذكروا حكينا عنهم قبل شوي كانت load word اوكي اوكي رجعوا لهم شوفوا كان عندنا load word بعدين كان عندنا ايش هنا كان subtract instruction بعدها كان الاد اوكي بعدها كان اللود وير الثانيه وبعدها واخر شيء كانت ايش الاد وير الان لاحظ كيف الترتيب صار هنا اوكي ف
الغالب انه الفايف انستراكشنز ان ذا بايب لاين ار ايدنتيفايد زي ما احنا شايفين باي ليبل ابوف ذا لاحظوا هنا ذير ريسبكتيف بايب لاين كل واحده اوكي الانستراكشن اد اوكي الان في الانستراكشن فيش ستيج لود وورد انستراكشن ديكود ستيج الاد في الانستراكشن اكسكيوشن ستيج سبتراكت وهكذا في الميموري اكسس ولود وورد في الرايت باك ستيج. طبعا هذا الفيجر is used to show the details لاحظ عشان فرجينا details of what is happening within the pipeline during each clock cycle. فرجينا شو بصير ايش during each clock cycle. Okay. يعني هذا ممكن بسموه بقولوا عنه vertical slice by the way through a set of this is represents a vertical slice. لو اخذنا لاحظوا رحنا على multi cycle implementation هذا مثل ايش هنا vertical slice of multiple clock cycle diagram. اوكي لو سالتني السؤال بس اخيرا طبعا مين اللي فيه details اكثر single cycle ولا المالتي سايكل شو رايكم؟ ها من يريد ديتيلز اكثر؟ طبعا اكيد واضح انه سنجل سايكل بيعطيني مور ديتيلز اوكي بيعطيني تفاصيل اكثر لكن انه شو المشكله هنا؟ تيكس مور سبيس مور سبيس اوكي عشان تو شو ذا سيم لانه انا قاعد بفرجي انه سيم نمبر اوف كلوك سايكلز اوكي شو ذا سيم نمبر اوف كلوك سايكل تيكس مور سبيس. اخيرا هنا pipeline control راح نشوف ان شاء الله المره الجايه من خلال pipeline control. اوكي اي سؤال اي استفسار؟ طبعا this pipeline with ايش with control signals. اوكي راح ان شاء الله نشوفهم في المحاضره الجايه اذا ما في اي سؤال. لما نشوف الكنترول بعد زي ما عملنا مش عملنا بسنجل سايكل بس عملنا بالمالتي سايكل كنترول سيجنالز فرايحين ان شاء الله هون كمان ايش نشوف كيف حدد الكنترول سيجنالز الفاليوز اوف كنترول سيجنالز. في شيء طالب مش شايف انا ايش هنا بس طالب ريز هاند مش كاتب اشي ما في مسج ولا اشي وصل. اوكي فان شاء الله نلقاكم في اللقاء القادم اوكي على مشان نشوف الكنترول بالتفصيل. اوكي كنترول اذا ما عملنا بالسنجل سايكل امبلمنتيشن والمالتي سايكل امبلمنتيشن كمان هنا بدنا نشوف الكنترول سيجنالز اوكي وقيمهم كيف كم كنترول سيجنال بحاجه. اوكي الامور سهله طبعا نشوف ان شاء الله. اوكي استودعكم الله اذا في اي سؤال قبل ما نخلص.